اول حاجه وسمحوا لنا بزاف بزاف لانه بغينا نذكروا بعض الاسماء ولكن بزاف انتم في قلبنا احسن وسمن وعمركم ما تنساو. تحيه العميل مدينه وسان، تحيه لسيد رئيس الدائره، تحيه لسيد القاضي، تحيه الناس ديال الجمعيه، واحد السيد ما نساوه خونا وحبيبنا وحبيبنا سي وحويطه سيدي محمد وحويطه، تحيه لحياة، تحيه وهذه وتحيه لخوتو وتحيه كبيره كبيره للسلطه الرابعه اللي هي تتوصل واحد الرساله للقلب ديال المواطن، وتحيه لهذا الجمهور. انا راه شفت اللي هذا جلالك والله العظيم من التعيين كيقول انا نهضر معكم بالصراحه، راه انا جيت من المهرجان وكنت زنيت وين زكر لهيا والله العظيم الا تبارك الله عليكم. تحيه للدرك الملكي، تحيه لجميع السلوكات القوه المساعده، الجميع اي مخزن من صغير حتى لكبير والله ينسى سيدنا. وواحد الرجل الى تضحكوا ليا راه من الجنود الخفا وهو سي عمران، سي عمران الله يحفظه الله تعالى فينا وضيفنا وكرمنا الله يكرمه، تحية ليه وتحية للأمهات اللي ولدوا هذا الرجال، تحية لهم ومرحبا بكم. أنا نتمنى الفرجة وتكون أنا ومرحبا بكم الفرجة اللي دوزنا قدام الأم ديال سيدنا الله يرحمها غادي ندوزو لكم نفس الفرجة ومرحبا بكم. ميرسي. يلا يلا اسولهم تحية الشباب ديال المدينة هنايا صافي الناس ديال الزوم تحية لهم بزاف بزاف الشباب دابا الله يجيب شي خدام اللي يخدم معايا راني عييت من هذاك المسيح اللي يخدم معايا جاب عندنا الله يجيب شي خدام ان شاء الله اللي يخدم معايا اليوم شريف شريف الله يجازيك بخير انا لا تنقلب على شي خدمة والله ما عندي الزهر فين ما مشيت يردوني فين ما مشيت تيجري عليا اخويا مرحبا بك لا خدمت لي والله حتى عجبك انا راه خدمت اصلا انت عاش تدير وجميع الخدمات تنديرهم الخدمه اللي طاحت عليك على راسك تنديرها ياك اخويا ايه اه تتعب تكتب شويه زعما هذاك الشيء اللي غاديرني ايه وتكتب انا هبا 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 ما خدمتش انا ما يبقالك ويلي واش قالي ولا ما انا نعطي المستوى ديالي فيه ورا الاساتذه كاينين هنايا واش قالي ولا ما قالوش غير قول لي دابا انت واش عطي المستوى ديالي فيه الباك فوت الباك سيو سي فوت سيو لافاك شتي لافاك فوت لافاك سيزياماني شتي سيزياماني خذ كاع دار المدرسه تيرميش الجامعة ها شتي شتي الجامعة دور عندي صح دور عندي دكتورة شتي دكتورة سير النيسان ودور عندي من مين اخويا تحديني مانو ولا كلام امزح هذا راه انت يا ما تخدم عاوتاني لها باش عباش غادي نخدمو لا خدام انا جاب راسي نقعد شويه لا 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 واش قاري شنو ما قال ها هي وما تنقول انا قاري راه معنا الاساتذه هنا كاين هنا اللي عنده ربعه اللغات خمسه سته اللغات وانا هو السيد راه هو اللي ندعمو القاري ندعمو اذا قرانا خرج هو وكمل دانا راه هو مرضى دانا المهم قاري الحمد لله نعطيك الصحه ها تعرف شي والدي نعم شحال من لغه عندك عندي 12 لغه كيديري عندي الانجليزيه وعندي لونجلي وعندي سبيك انجليش وعندي انجليش لونجلي جليجلي اسبانيول امريكان كوريا الجنوبيه والشمعه والعربيه فابور تحيه للرئيس سيدي عبد الله اها سيدي عبد الله اها خويا ما عندي ما تزال يلا ودابا الناس كيسمعونا حنايا ما تحشمنيش اميراتان هذا تبارك الله راه كبير تبارك الله الله يحفظه اعطيني شي ربعات لكلمات بالميريكانية ما تحشمنيش اه بنتي رمي واش انا حالي انا غادي نعرف واش قاري الميريكانية ولا لا اه بسم الله يلا دور هاو ار يو تو مي فريند اي فيري جود جود ويلكم ثانك يو فيري ماتش ثانك يو زوم ثانك يو Thank you very much. Thank you, sir. Aha! Let me stop. Over half. Yo, what's up? Ha! Yo!
دابا انا وياك كنا في ميريكا، انا وياك في ميريكا ومعنا النصارى، معاك واحد وانا قاعد في الكوزينه وانت مع النصارى. ايوا وبتقول لي السي مصطفى جي معاك دار التبسيط، بتقول لي ها تبسيط في الميريكانيا سهل مصطفى تبي اسرائيل مزيان البريق بريق العين شيطة وجهك سيد العين يا طلعت ليك الدم بيجي تسبني احمر العين وانا خير وانا داكشي اللي قال لو راه الشباب ما يحسبوا معاك ايه غاتحسب معايا 10 بالانجليزية انجليش قال 1 2 3 4 5 6 كيكس كيكس جدي الانجليزي شاني تروى هاريان كيكس ناحية الكوميسارية عدة ضربية ومشينا للقنيطرة على الله يعمر هذا تحيا الناس يا القنيطرة الله يمشينا شدينا لطير الله يعمر هذا الناس يا القنيطرة وادخلنا والله العظيم وشدينا لطير جاكم يشير الكبير ديال القنيطرة قديم والله لا تفهمتون وهو تيهلفوا حنا تنهلفوا كيما اليوم دينا لطير خلصنا قديم والله لا تفهمتون فين بلاد الكوميسار الله يعمر هذا دوزنا زي ما نعتبر فيه مسيح نعم أرليح وصعب يا أخوان ويلي صيالية وتحية للفنانة اللي دازوا في هذا المهرجان عدو وتحية للناس المبطنين وما يتعادل سير شحنة مخويتا سير شحنة سير وسير شحنة وسير شحنة وسير شحنة وسير شحنة وسير وسير الله يحفظك وراتي وراتي هرسالي ها هي ورا تيدوز حتى انا الشريف بالمناسبة بالمناسبة غادي نضرب مثال الحباب والخوت لحظة الحباب ديالك سيدي الحباب ديالك خويا الحباب ديالك الحباب ديالك الراجل اشرح لي انا نعرف حويطة ياك 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 حويط تحيا خويا حويط والعائلة ديال حويط وتحيا لكم كاملين اشتا قاعد حويط ما بيتكلمش تحيا سي حويط سيدي محمد تحيا لك الله يعلمك اللي في حاجة بخاطرو هيا نعم اعطيني بادية خويا نعم بادية النانا نعم بادية هذيك البنت مرحبا بادية هاد الشاب مرحبا سي عرار كي رجع عندنا واحد الراجل مسكين عطانا 4000 ريال نص جمعتنا بالعرقة وقال لي ادعي لي مع الوالد راه ما خليت به اي سبيطار